السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في قناة كويزين أميرة من مدينة تينغير. أحييكم، بغيتكم تشوفوا معايا تكتشفوا معي مضايق تودغا العالمية في تينغير. الطبيعة الساحرة لن تتخيلوا الجمالية هذا المكان، هي الوجهة المحببة في ظل الحرارة المفرطة. فيها تسلق الجبال، شلالات، ومن أجمل المناطق السياحية مضايق تودغا كيدهلوا بها السياح، يعني بمناظرها الرائعة، وكيجيو من كل بلدان العالم. خليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة، وما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أبوني، وتفعلوا التنبيهات باش توصلوا بكل جديد. السلام عليكم. منظر زوين، الصوت ديال الماء. هات الفطر والبنات هنا احسن. شوف المنظر كي داير. هاتي غتهبط من هنا وتدوز من هنا. انت البنات حنا راه جالسين وسط الشلال امين، جالسين في وسط الشلال، وهم الكراسة غنجلسو فيه هنا، غنفطرو هنا. يلا كنعطي التحية لتورية كتقول لي انها كتخاف. دابا انا غندير لك مغامرة بحالي انا. هانشوف هانت غنبط غندير ستي فاطمة. التجربة مشاهدي الأعزاء، الماء العين من مضايق تودغا صالح للشرب 100% وأحسن من الماء الذي يباع في الأسواق. Thank you.
حيد ولدي من It's broken. Is it good? I think you have to follow us.